مرحبا. لكن خلينا نشوف هذا السؤال. السؤال هو balance the reactions. هذا grade 10 chemistry. إذا 2H2 O2H2 هذا اسمه hydrolysis. hydrolysis يعني بصير بجزئ المي لمكوناته الأساسية يعني الأكسجين والهيدروجين. مزبوط. 2 هذا 2 مزبوط كأنه في parenthesis. هو حقيقة هاد 2 هو 2 للمولكيول كلها سوا يعني كأنه في عمل parenthesis، وبالتالي هذا 2 بيضرب هاي إذا بدي أعرف عدد الهيدروجين، وهذا 2 حيضرب الواحد المخبأ اللي هون، في واحد هون مخبأ O يعني O1 يعني واحد أكسجين، فكمان 2 حيضرب الواحد، وبالتالي أنا عندي 2 أكسجين هي هون 2 أكسجين، وعندي 4 هيدروجين هي هون 2 ضرب 2 4، وبالتالي هي أكيد صح. هيدي فإذا هون O2 وهذا 2 كمان للاثنين سواء للام جي وللأكسجين، وبالتالي عندي 2 ام جي وعندي 2 اكسجين هي 2 ام جي و2 اكسجين. ما ضروري تحطي بارانثيسيس، هذا فيك كمان تمحي هاي. ما ضروري البارانثيسيس، نحن بنفهمها كبارانثيسيس بس هي ما ضروري تكتبيها. نفس الشيء هون، هذا 2 هي لكل هاي تعتبر كبارانثيسيس لكل هاي. فعندي 6 ايرون و8 اكسجين، 8 اكسجين 6 ايرون صح، 2 الومنيوم 2 الومنيوم 6 كلور 6 كلور. بالنسبة للكلورين حطي السي سي كبير، حط السي سي كبير، اوكي؟ اكيد ال صغير بس سي كبير. طيب بالنسبة لل SO2 سلفر دايوكسيد، عندي 4S وهون عندي 4S وهون عندي 12، 4 ضرب 3 12، 12 اكسجين، 4 زائد 8 12، مظبوط. بالنسبة لل CH4 هذا اسمه ميثين، زائد سي عندي سي واحد سي واحد. هيدي هالرياكشن هي اسمها كومبليت كومباستشن. ليش كومباستشن؟ لانه في احتراق، لانه في اكسجين عم يحترق. ليش كومبليت؟ لانه عطى سي او 2 دائما بيعطي ماي، فهو بيتجزا. هيدا بسموه هيدا هيدروكربون لانه هو مؤلف من كربون وهيدروجين، اخذته هذيك السنه بالبروفي. فهيدا لما بيتجزا لمكوناته يعني الى حد ما الاساسيه يعني سي او 2 والاتش 2 او بيحترق بهالطريقة إذا كان احتراق كامل. إذا احتراق غير كامل incomplete combustion بيعطي هون CO، بيعطي كربون مونوكسيد الغاز السام، وبيعطي مي كمان. هلا هالمي هو حيتبخر على الأرجح، فهون بيكون بالغازيوس ستيت، والسي او 2 مبدئيا هو غاز، والأكسجين كمان هو غاز، والسي اتش 4 ما بعرف إذا غاز أو لا. فإذا عندي سي هيدا سي، عندي 4 هيدروجين عندي 4 هيدروجين، عندي 2 أكسجين و2 صاروا 4 4 صح، 4 فوسفورس 4 و2 10 أكسجين 10 صح. سي 6 إذا 6 كربون. هيدي الرياكشن غريبة شوي، هيدا اتش 12 بفتكر سي 6 اتش 12 أو 6، هيدا كأنه الجلوكوز هيدا، ماني متأكد بس يمكن الجلوكوز. فبيتقسم لسي 2 اتش 6 او، هيدا اسمه هيدا ايثانول، اسمه اي ايثانول مثل الالكوهول يعني مثل السبيرتو، هيدا ايثانول وهيدا كربون دايوكسيد. فاذا السكر بيتحول لكحول بيتحول لسبيرتو، حلو هالرياكشن، السكر بيصير سبيرتو، السي او 2 شو بدنا فيه. مهم، فإذا عندي 6 كربونات هون 4 وهون 2 مزبوط، وعندي 12 هيدروجين، السكر هي 12 هيدروجين هي 12 مزبوط، وعندي 6 اكسجين 2 هيدا 2 وهيدا 2 كمان مزبوطين، برافو. عندي 2 ان اي سي او 3 ما بعرف شو اسمها المركب، بفتكر CO32- هيدا ما بعرف شو اسمه، شي هيك مثل الكرب، ما بعرف شي كربون هيك شي، بس ما بعرف شو قلنا. هيدا ايون، ولاني بفتكر هو ايون، بفتكر هيدا ايونيك كومباوند على ما يبدو. وهيدا ال HCl هو مبدئيا قد يكون هيدروكلوريك اسيد، يعني اسيد هيدروكلوريك، بيتحول لايون. هيدا الملح، هيدا ماي، وهيدا كربون دايوكسيد. فاذا تحول لملح يعني، فاذا هذا بيعطينا ملح، بيعطينا ماء كربون دايوكسيد. لكن الاحوال هذا اسيد وهذا ما بعرف شو، ما في زي ده بيز او شيء تاني.
افتكر يكون بيز، لأنه بقولهم بالعادة الأسيد مع البيز بيعطي ملح، فما بعرف قد يكون، ولكن أنا ما بعرف، أنا متأكد. فإذا اتنين اتنين ان اي اتنين ان اي اتنين سي ال اتنين سي ال اتنين اتش اتنين اتش صح. كربون واحد، كربون واحد، أكسجين ثلاثة، هون اتنين وهون واحد، صح ثلاثة. برافو، على فكرة. إذا في اتنين ما عرفت حله. طيب بدنا نشوف شو أسطورة السؤال الثاني. تمام. إذا حرقنا غاز الميثين، الميثين هو CH4 in the presence of oxygen، هي نفس الرياكشن اللي مريت معنا قبل شوي، obtain carbon dioxide gas and water vapor، يعني بخار المي اللي هو H2O بالغازيوس ستيت، حط له حرف الجي على أساس إنه غاز. appoint the reactants and the products of this reaction، بتعد إنه صح. reactants هن الميثين والأكسجين، والبرودكتس هن الكربون دايكسايد غاز والووتر فيبر، كمان فيك تقولي غاز أو ووتر فيبر على الحظ. مبدئيا هيدي هي الذات اللي هناك، 4 أكسجين 2 و 2 صح، 4 هيدروجين 4 هيدروجين، وكربون 1 كربون 1 صح. طيب 3 هاي ذا بالانس، 3 16 جرام ميثين رياكت كومبليتلي مع 64 جرام، هذا له علاقه بستويكيومتريك ريشيو، لانه كومبليتلي هي الفكره، انه كومبليتلي يعني احترقوا مع بعض، يعني خلصوا مع بعض. اذا انا عندي 64 جرام اكسجين، هلا هون ممكن حدا يسال سؤال انه شو يعني 64 جرام اكسجين؟ ليش اول شيء الاكسجين له وزن؟ ايه الاكسجين له وزن، مع انه هو غاز بس له وزن وله فوليوم كمان، له حجم، يعني انا فيه حطه في حطهم كلهم بأنينة اكسجين، فهل شو الفوليوم تاعه؟ بيكون أنينة الاكسجين، وفي حطهم كلهم مثلا بيكونوا بغرفة، في حطهم ببالون، في حطهم بخزان كبير مسكر منيح مثلا بقلبه اكسجين، بعرف انه في بقلبه 64 جرام اكسجين، فهذا شيء طبيعي. بالنسبة ل 16 جرام ميثين بعتقد نفس الفكرة، بغض النظر الميثين هو غاز، الميثين هو غاز، فإذا 16 جرام، فإذا عندي 16 جرام ميثين مع 64 جرام أكسجين عم بيقول لي إنه احترقوا وخلصوا مع بعض. هاي الشغلة شو معناتها؟ معناتها طيب بعد سؤال، أنا كيف في أحصل على 64 جرام أكسجين بالضبط بالضبط؟ هلا ما علينا من الطريقة، بس بالمبدأ انه انا بأي محل مسكر، أوضة مسكرة كليا يعني confined كتير منيح، او مثلا انينة مسكرة وفاضية مثلا، وهذا في بقلبها غاز، وهالغاز اكيد في بقلبه اكسجين، فبيكون في يعني في طريقة معينة بيعملوها الكيمست وبالصناعة فينا نحصل على وزن معين وحجم معين. انا ما بحكي عن الحجم، ما علي من الحجم، بحكي عن الوزن. فإذا طيب شو معنات react completely اتنين مع بعض؟ هني بحقيقة هول اتنين reactants، وبالتالي هول اتنين عم يخلصوا مع بعض، يعني أنا لما بكون عندي هالرياكشن هاي، أنا عندي وزن معين من الميثين غاز وعندي وزن معين من الأكسجين، وعم بيقلي خلصوا مع بعض، يعني أنا بآخرة الرياكشن مثلا نقول هيدي الرياكشن هي احتراق، احتراق قديش بيطول ما بعرف، لا دغري بيحترق دغري بيخلصوا، مين قال؟ يمكن بدهم شي نص ساعة ليحترقوا كلهم، لانه بدهم وقت طبيعي لحتى يحترقوا، فما بعرف قديش بدهم، لنقول بدهم 5 دقائق، لنقول 5 دقائق ولعوا كلهم، فباخر هالخمس دقائق، خلال الخمس دقائق بيكون في اشياء بعدها من الغاز هون ما ولع، وفيهم بعده من الغاز هذا ما اشتغل، بس بعد 5 دقائق لما كلهم بيكونوا كلهم ولعوا، ساعتها انا بس بلاقي هيدا وبس بلاقي هيدا، هي مثلا بالدقيقة الأولى بالدقيقة الثانية بلاقي شوي من هاي شوي من هاي شوي من هاي شوي من هاي، وبيكتروا بيكتروا بيكتروا، بعد 5 دقائق بلاقيهم هول وصلوا لحدهم الأقصى اللي لازم ياخذوه، وهون بعد 5 دقائق ما بلاقي شيء من هول، هي معناتها react completely. هلا إذا نحن بالهواء الطلق مثلا، وأنا عندي مثلا 16 جرام من هيدا بالهواء الطلق، ساعتها الأكسجين قديش قده؟ الأكسجين بالحقيقة ما له حدود، ما له نهاية. تقريبا ما له نهاية، لأنه نحن بالأتموسفير، نحن بالهواء الطلق، فما إنه محل مسكر وهيك، وبالتالي هون ما في يقول احترقوا كومبليتلي، بكون هيدا خلصوا بس بالآخر هيدا موجود، هلا احترقوا أكيد نسبة منهم، بس ضل في قد ما بدنا زيادة، فبهيك حالة عم نقول إذا ما احترقوا، يعني إذا في شيء ضل
في شيء من الرياكتنتس ضال، عم نقول احترقوا كلهم رياكت كومبليتلي او رياكت كومبليتلي، من رياكتنت معناته خلصوا كليا. بس لما بيبقى شيء ولما بيخلصوا كليا بقول عن الريشيو ستويكيومتريك ريشيو. اما اذا حدا خلص قبل الثاني مثل هون سي اتش 4 خلص قبل هيدا، عم بحكي بالهواء الطلق طبعا، ساعتها بقول نون ستويكيومتريك ريشيو. نون ستويكيومتريك، نون ستويكيومتريك بمعنى انه حيبقى حدا، اوكي حيبقى حدا. لكن ما بدي فوت هلا بهالبحث اكثر من هيك، هون نحن عندنا اياها ستويكيومتريك. هذا بس لوضح الفكره كمان. To produce 36 جرام ماي water vapor calculate the mass of carbon dioxide produced. لنشوف شو قلتينا. Number and type of elements that react are conserved no before and after the reaction. Check conserved يعني عم تقولي انه اعدادهم وانواعهم. هالكلام صحيح، هالكلام صحيح. So Lavoisier rule says no the mass is conserved also. طيب مزبوط، هذا هي نفس فكرة Lavoisier انه بمعنى انواعهم واعدادهم بتضلها موجودة، وهذا بدليل الرياكتر البالانس اللي عملتي. So that the mass is conserved also. يعني mass للreactant equal mass للproduct. أنا كنت عم بحكي stoichiometric وهيك، هلا أنت يمكن عفاكي عفاكي، ما بعرف إذا أنتوا أخذتوا stoichiometric أو لا، والله ما بعرف، يمكن أنا عجلت شوي. excess is in excess، لا بلا في جو stoichiometric. بس برافو، أنا صراحة ما كان خاطر عبالي هالحل هيدا، بس برافو. الأوزان اللي قبل قد الأوزان اللي بعد، ايه برافو، ما فينا نقلك لا، عجبتني الفكرة. فالماس للرياكتنت جمعهم يعني 64 زائد 64 زائد 16، هو الرياكتنت مجموعة قد ايه بيطلع؟ 76 80 جرام. ما بعرف قديش طالع معكم، ما هن الرياكتنس، هن الرياكتنس كلهم سوا، عم تقول 16 زائد شو هي؟ هي 16 جرام زائد 64 جرام بيساوي 65 جرام. هن شو 65؟ خلينا نشوف، يساوي 36 جرام. ما بعرف اذا عم بقرا صح او لا، كيف هيك؟ هو 16 زائد 40، شو كاتبه؟ شو بيساوي 65؟ 49، مش 49 جرام ميثين ودايوكسجين. ايه ما الدايوكسجين قالوا مش 49 جرام، سيكستي فور جرام. ليش 49؟ 49 50 60 65، اي مش 65، هيدي 64 يعني بيطلعوا 80 جرام. ما بعرف ليش قلت هيك، فبيطلع مش 65، بيطلع 80 جرام. 80 جرام ناقص 36 جرام بيطلع اللي يطلع. عم تقولي 200 قد ايه؟ لا 39، ما بعرف تنقيصهم لها من بعض. اوكي 65 ناقص 35 30 29، 29 جرام 29، لا مش 29، 80 ناقص 36، 80 ناقص 36، 80 ناقص 30 60، شيل منها 6 بيطلع 54 جرام، بعدين بيطلع 54 جرام كربون دايوكسيد. المهم اوكي بلا طول سير، كالكوليت ذا مثلا، كالكوليت ذا ماس اوف هذا برودوس. طيب بس على فكرة أنا برأيي كنت فوتي بلافوازيه دغري بلا فكرة النمبر والتايب. النمبر والتايب هو الكرمال البالانس، يعني هي الجملة من هون لهون
نكون صار بيفور اند افتر. من هون لهون هيدي بتفيدك هون بالبالانس، انه انت عم تقولي اعدادهم وانواعهم، انه مثلا الكربون كربون الاكسجين هون اكسجينات لهون تكون قد اللي هون هيك، هيدي فكرة بتفيدك هون. بس الفكرة اللي بعدين تاعت لافوازير والماس رياكتنت ايكول ماس برودكت بيفور اند افتر، هيك يعني فيك تقولي ماس از كونسيرفد اوف اول ذا رياكتنس قبل، يعني انه قبل وبعد الماس هي ذاتها، كان بزيادة كان واضح. مهم طيب قلتي لنا اخر اثنين ما عرفت شو تعملي. How much molecules of methane react completely مع 6 molecules of oxygen؟ حلو هالسؤال، هذا سؤال هيك مبدئي، يعني مش الهدف منه، الهدف منه مثل انه نفكر سوا، يعني نفكر سوا بطريقة intuitive بطريقة بديهية. هو عليها قاعدة بالمناسبة، في بيقدر واحد يستخدم قاعدة، ولكن لازم نفكر لازم نفهمها بطريقة بديهية. عم بقولوا كم مولكيول ميثين بيشتغلوا كليا مع 6 مولكيول داي اكسجين؟ هات نشوف. اذا انا عندي 6 مولكيول داي اكسجين، لازم تعال نفكر منطقيا، انا بكون عندي مولكيول وحدة سي اتش 4 بحاجة لكم مولكيول اكسجين؟ بحاجة لاثنين، هي هيدي الاثنين مولكيول داي اكسجين. فاذا مولكيول وحدة بدها اثنين، اذا وحدة سي اتش 4 اشتغلت مع اثنين مولكيول او 2 بيشتغلوا كليا وبيحترقوا كليا وما بيبقى منهم شيء، بيتحولوا كليا. طيب فاذا وحده بدها اثنين، فاذا هيدا هو الريشو اللي بيناتهم، هيدا اللي كنا بنسميه ستويكيومتريك ريشو تقريبا، يعني الفكره تقريبا هون. وبالتالي اذا انا عندي 6 اكسجين، يعني 2 و2 و2، يعني بدي 1 و1 و1، يعني بدي 3 مولكيول سي اتش 4 بكل بساطه. بكل بساطه هيدا هو الجواب. فإذا 3 مولكيول ميثين، ويبرن 35 جرام سي اتش 4 مع 128 جرام اكسجين. طيب هات نفكر، انا هون بجيب، انا بتطلع بهول بلاقيهم مهضومين، يعني في انا استفيد من الثلاثه. على فكره هو هيدي الها قاعده، انا هلا في استخدم قاعده وبطريقه كتير منهجيه لحتى اطلع جواب، لكن انا ما بدي هيك، انا بدي استفيد من البارت 3 لحتى احل الخمسه، لانه الهدف من هالسؤال كان مبينين كانه انتم هون بعدكم بالبدايات الدرس، والهدف منه انه نفهم شو يعني ليميتنج واكسس وستويكيومتريك وكذا وهيك، مع انه يمكن بعضهم ما جابوا سيره الستويكيومتريك، ولكن شوي انا حكيت فيه. حرقنا 35 جرام سي اتش 4 مع 128 جرام اكسجين. لاحظ ال 128 جرام اكسجين وهيدي 64 جرام، هي ضرب 2 بتطلع لك 128. فاذا اذا انا عندي 128 جرام اكسجين لازم يحترقوا كليا مع كم جرام ميثين؟ مثل ما هي ضربتها ب 2 صارت 128، هي بضربها ب 2 كمان منطقيا. هات نفكر شوي. بلا منطقيا. لحظة شوي، انا عم برجع للقاعدة بس لأتأكد اذا هيدا ان بيساوي ام على ام. هذا الان هون له ان هيدا معين، هيدا له ان معين. هيدا ضربناها باثنين، اي صحيح منطقيا بديهيا وكمان بالقاعدة، يعني انا فكرت فيها بالقاعدة كمان صحيح. ف اوكي ناس على ام كبير، ان على ان اي صحيح، هذا كورسبوند على عدد مولكيول، لانه هذه في عدد مولكيولز معين، هو هذه بروبورشنال على عدد مولكيولز معين، كمان هي بروبورشنال على عدد مولكيولز معين.
وبالتالي أكيد هول الموليكيولات بدهم يشتغلوا قد مع هول الموليكيولات، وبالتالي إذا هون الناس بتدوبل فعدد الموليكيول بده يدوبل، كمان لازم يشتغل مع عدد موليكيول من هون لازم يدوبل. مظبوط، منطقيا كمان انه اذا هيدي دوبلت لازم هيدي تدوبل، ساعتها بيكونوا كلياتهم خلصوا مع بعض. طيب بيجي بتطلع عندي 128 جرام اكسجين بيشتغلوا بالضبط مع 16 ضرب 2 اللي هن 32 جرام ميثين، بيشتغلوا مع 32 جرام، بس بيجي بتطلع هون بلاقي 35 جرام ميثين. يعني قديش حيبقى عندي ميثين زياده؟ حيبقى عندي ميثين زياده، الاكسجينات كلهم راح يحترقوا ولكن في ميثين زياده راح يبقى. قد ايه حيبقى؟ 3 جرامات، 35 جرام ناقص 32 جرام، 3 جرامات رح يبقوا. اي رياكتنت هو ان اكسس هو الميثين اللي بقي، اكسس يعني اللي فضل اللي بيفضل باخر الرياكشن، لانه هول بيمشوا مع بعد 5 دقائق فرضا 128 جرام، او بعد اكثر شوي خلينا نقول بعد 10 دقائق 128 جرام احترقوا كليا، فبيبقى 3 جرامات اكسجين، بيبقى 3 جرامات ميثين. And calculate the mass of the excess 3 جرامات. هذا هو السؤال، سؤال كتير حلو هيك بفهم منيح وبيعود على البديهة فهيدا كل شيء وبالتوفيق.